تنشط في رمضان الملاعب الصغيرة بعد الإفطار، حيث أقيمت العديد من الدورات الكروية الرمضانية في قامشلو وبمشاركة لاعبين من أعمار مختلفة. أحد هذه الدورات كانت تخليداً لذكرى شاب رياضي من أبناء المدينة توفي مؤخراً إثر مرض عضال. غاية من الدورة دورة تنشيطية ورمضانية، دورة ودية، 24 فرق دوري مفتوح مشارك، كل مجموعة تقسم على 6 مجموعات، كل مجموعة 3 فرق، من كل مجموعة أهل فريقين 16 فريق. هذه الدورة تضم فرق عديدة، فرق من المتقاعدين وفرق من الشباب. بالمطلق الدورات لها فائدة على الحركة الرياضية بشكل عام ولزيادة النشاط خاصة بالرمضاني، وأن كنا نتمنى أن تكون الدورات الرمضانية خاصة بفرق المتقاعدين، لكن سائر الملاعب ترتئي أن تكون البطولات بشكل عام مفتوحة لأعمار عديدة. يعني تعتبر هذه الدورات نشاطا مميزا بعد الإفطار للاعبين من جهة، وكذلك للجمهور الذي واكب أيام هذه الدورة بشكل كبير. دورات رمضانية صارت من برامج شهر رمضان المبارك يعني، وبعد الإفطار العالم تجي تتفرج، وحركة تنشيطية ومفيدة لرياضة مدينة القامشلي. وحسب الأعمار دائما الدورات في فئات عمرية. الرياضة في كردستان سوريا تتقدم كثيرا، وهذه الملاعب الخماسية التي افتتحت مؤخرا غير أنها توفر متنفسا للأهالي كذلك تنمي مواهب الشباب. لزاغروس تي في، أختنا سعد قامشلو.